أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أيها المتابعون الكرام، أيتها المتابعات الكريمات، أبنائي التلاميذ، بنات التلميذات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل لاختبار أو لنموذج الاختبار الأول في اللغة العربية للسنة الخامسة ابتدائي. إن قد رفعنا بعض التسجيلات حول اختبارات التلاميذ المتوسطة السنة الأولى والثانية والثالثة والرابعة اليوم إن شاء الله، وتزامنا مع فترة الاختبارات نشرع في رفع تسجيلات الاختبار أو نماذج الاختبار الأول السنة الخامسة ابتدائي. إذا نقرأ النص. أبنائي الأعزاء، هلموا إلى قطف ثمار العلم من ينبوعه العذب، واحذروا من الكسل، فسرعان ما يتفشى هذا الداء بين أبنائه، ويبدأ بأقلهم وينتهي بأكثرهم. حين يفوت الوقت يقول كل واحد منكم ليتني اجتهدت، فلا يعود للندم نفع. أبنائي المستقبل أمامكم، شمروا على سواعدكم، ولا تدعوا الكسل يقضي على آمالكم. واصغوا إلى معلميكم واعملوا بإخلاص، سيكون النجاح حليفكم بإذن الله. فلا قيمة للحياة إذا كانت خالية من الاجتهاد والعمل المثمر. إذا هذا هو النص، التلميذ يقرأه مرتين أو ثلاثة أو أربع حتى يفهمه جيدا، وإن كان سهلا بسيطا. إذا نبدأ مع أسئلة البناء الفكري، وستكون الإجابة مكتوبة إن شاء الله تعالى. إذا السؤال الأول يقول: هات عنوانا مناسبا للنص. العنوان المناسب تستطيع أن تصوغه بعد قراءة النص وفهمه جيدا. السؤال الثاني يقول: ما هو الداء الذي حذر منه الكاتب؟ هو واضح في النص. السؤال الثالث يقول: متى تكون للحياة قيمة حسب النص؟ السؤال الرابع يقول: هات مرادف كلمة الداء ووظفها في جملة مفيدة. السؤال الأخير: استخرج من النص كلمتين متضادتين. إذا نبدأ بالإجابة على السؤال الأول، فنقول عنوان النص هو الاجتهاد أو الاجتهاد طريق النجاح. تستطيع أن تكتفي بالعنوان الأول أو الثاني. العنوان الأول الاجتهاد، العنوان الثاني الاجتهاد طريق النجاح، وتستطيع أن تصوغ أي عنوان يكون له معنى النص. السؤال الثاني يقول: إذا الداء أو الجواب: الداء الذي حذر منه الكاتب هو داء الكسل. جواب السؤال الثالث يقول: تكون للحياة قيمة بالاجتهاد والعمل المثمر. جواب الرابع: المرادف للداء هو المرض والعلة. تقول: مرض فلان أو أصابه داء أو أصابته علة. الجملة يستطيع أن أو تقبل كل جملة يمكن أو يكون لها معنى الداء والمرض والعلة. السؤال أو الجواب الخامس وهو الكلمتين المتضادتين من النص هما أقلهم وأكثرهم، وجاءت في النص مسبوقة بحرف الجر بي. أسئلة البناء اللغوي: اعرف ما تحته خط في النص. إذا نعود إلى النص لنعرف ما تحته خط ثم نجد الإجابة مكتوبة. إذا الكلمة الأولى وهي العلم، طبعا لا نستطيع أن نعرف كلمة دون أن نقرأ ما سبقها من الكلمات، لأن كل كلام مرتبط ببعضه البعض. إذا نقرأ: هلم إلى قطف ثمار العلم، إلى قطف ثمار العلم. إذا ثمار إلى قطف، إلى حرف جر، قطف اسم مجرور، ب إلى وعلم جر كسر الظاهر على آخره، وهو مضاف، وثمار مضاف إليه. إذا ثمار مضاف إليه هو العلم، وهو مضاف، والعلم مضاف، ثمار العلم. لماذا العلم مضاف إليه؟ لأن ثمار اسم نكرة، جاء بعده العلم اسم معرفة، إذن فهو مضاف إليه. إذن مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسر الظاهر على آخره. الكلمة الثانية وهي النجاح، إذا نقرأ ما قبلها فسيكون. إذا تلاحظ سيكون هنا هي في صيغة المضارع أو المستقبل، لأنها سبقت بحرف السين، سين المستقبل القريب. إذا فهي من أخوات كان أو تعمل عمل كان وإن كانت في المضارع. إذا فسيكون النجاح حليفكم. إذا النجاح
اسم كان مرفوع على طرفه الضمة الظاهرة على آخره. بالنسبة للعبارة التي سنحولها هي هذه التي ترونها هنا باللون الأحمر. إذا نرجع إلى الإجابة، إذا الإعراب انتهينا منه، استخرج من النص فعل ناقص وفعل أجوف وجمع تكسير وهمزة وصل. أسند الجملة بين قوسين في النص إلى المفرد وعلي سبب كتابة الهمزة في كلمة أبنائه. الإجابة تكون إذا الإعراب العالم أو العالم مضاف إليه مجرور وعلامة جره كسر الظاهر على آخره. النجاح اسم كان مرفوع وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره. استخراج إذا الفعل الناقص وهو يتفشى، الفعل الأجوف يفوت، وجمع التكسير ثمار أو أبنائي، وهمزة الوصل أصغو، الهمزة أو الألف في بداية الكلمة أصغو. التحويل إلى المفرد ابني، المستقبل أملك أو أمامك، شمر على ساعديك ولا تدع الكسل يقضي على أملك. كتبت الهمزة على النابرة في كلمة أبنائه لأنها مكسورة. إذا السؤال الأخير وهو الوضعية الإدماجية، إن أساس كل نجاح يعود إلى التخطيط المحكم. اكتب نصا لا يقل عن 10 أسطر، إذا يجب أن يكون النص أكثر أو يساوي 10 أسطر. تتحدث فيه عن الخطة التي سطرتها خلال السنة الدراسية لتعد نفسك لامتحان آخر السنة، مبينا أهمية الاجتهاد موظفا فعلا معتل. إذا يجب عليك أن تلتزم بالتعليم حيث يكون النص أكثر من 10 أسطر أو يساويها، ثم تكتب الخطة التي سوف تنتهجها في كتابة النص. قبل أن تكتب الفقرة يجب عليك أن تكتب الخطة، ما هي المقدمة، ما هو العرض، ما هي الخاتمة، ما هي الأفكار التي سأكتبها، ما هي الأدوات التي سأستعملها، وهكذا. إذا ثم تذكر أهمية الاجتهاد وترتب الأفكار وتجعلها منسجمة، وتستخدم أدوات الربط وتوظف ما طلب منك وهو الفعل المعتل، ثم ترتب الأفكار ترتيبا سليما وتكون جملك جملا صحيحة خالية من الأخطاء النحوية والصرفية والإملائية، وتحترم علامات الترقيم، وأيضا لا تنسى الشواهد من آيات أو أحاديث أو أشعار إن وجدت، ولا تنسى أيضا الكتابة بخط واضح. إذا كان هذا هو التسجيل الخاص بالاختبار الأول للسنة الخامسة، ونلتقي في تسجيلات أخرى لاختبار السنة الخامسة وغيرها من الأطوار. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.